يعادونا ونوريهم العداء. نصلح في نفسنا الاول قبل ما نتقرب ليهم. احنا ما ينفعش نتقرب ليهم واحنا بنشرب خمره وسجاير وعايزين نروح. يعني انا الذي اريد في الحقيقه، اذا انا ارى اذا نصروا المسلمون الان ليسوا على اي استعداد للنصر حسب نظري. انا اظن ان الله سبحانه وتعالى سينصرنا حينما نكون على استعداد لهذا الشيء. لماذا؟ انا افتخر، ومن أعظم ما أفتخر به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة بعد أن حاربه 23 سنة وقال اذهبوا اليوم فأنتم الطلقاء، يعني أنتم لا تثريب عليكم، أناس حاربوه يعني لهذه المدة العظيمة، وهذا أفضل خلق الله، يعني يختلف عن البشر، هذا أفضل خلق الله، قال لا تثريب عليكم اليوم. من دخل بيت أبي سفيان هذا هو الحلم، هذا هو الحلم المطلوب. أبو سفيان الذي حاربه في هذه المعارك بشدة، والنفس الشيء صلاح الدين الأيوبي. أنا أفتخر بأن حينما دخل في القدس هو يعني عامرهم بتلك المعاملة العظيمة، وحتى الإنجليز اعترفوا بفضله. أنا أريد هذا الإسلام، هذا الذي اعتنقته. أنا لم أعتنق الثأر والبغض والكراهية، يعني صراحة. فحينما أنا أرى أن حينما الناس يتصفون بتلك الصفات التي هي لب الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى هو سينصرنا، أنا ما عندي شك، لكن هذا النصر سيكون مع الحلم، حتى الذين يأتون من بعدنا يفتخرون بنا ولا يروننا كالحاكم بأمر الله الذي أحرق كنيسة النصارى وكانوا في ذمته. فنحن لا نفرح بهذا الرجل، يعني نرى أن هذا عارا على المسلمين، ولكن هو عاش إنسان تاريخي، والذي أعقبه الخليفة الذي بنى الكنيسة من جديد واعتذر إلى النصارى أنه أساء إليهم. هذا هو الذي نفتخر به، هذا هو الرجل الذي نفتخر به، ليس الرجل التأر ولا البغض، بل الرجل المنصف، الرجل الذي قام بواجبه، وهذا هو الذي نطالب من إخواننا فقط. يعني كما قال الدكتور، يعني نحن نرى أن الجهاد فرض ولا نرفض ذلك أبدا، وهذا حق لكل شعب أن يدافع عن أنفسهم، ولكن نحن نريد الجهاد لا نريد حربا، وهناك فرق بين الجهاد وبين الحرب. يعني الجهاد لإعلاء كلمة الله، وليس للثأر، وليس لانتقام، وليس للتشفي، بل هو لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الهدف إعلاء كلمة الله، أنا ما عندي شك أن هذه أمة منصورة، ولكن إذا كان لغير ذلك فمن توفيق الله أن لا تكون منصورة، لأن يفتحون الأمة ويفتحون التاريخ ويفتحون النبي صلى الله عليه وسلم